الحل. فينا هي وزارة الجماعة العمالة؟ ملي كنجيو ندوي معاهم تيقولنا حقا سيروا لوزارة الإسكان، حقا سيروا نزلوا للمديرية الإقليمية، ولكن أين القانون من هذا؟ أين القانون من هذا؟ نحن في بلاد الحق والقانون، يجب تطبيق القانون، يجب تطبيق القرار. الدار ساكنين فيها الناس، يعني الدار الناس عايشين فيها. ملي كنقولوا لهم نعم هذاك الشيء علاش ما تمش، يعني ملي كنجيو نسألوا كيفاش يخرج هذا القرار والدار مازال فيها السكان؟ شحال من واحد؟ تقريبا ثلاثة الأسر أو أكثر. ومن الاخرين الاسر اللي ملي كنجيو كندوي معاهم باغيين حل من مولات الدار. صاحبه الملك ما كايناش في المغرب، كاينه خارج المغرب في الديار الفرنسيه، ما دخلتش حوالي 12 سنه. لا ادري لا ادري، فهذا هو التساؤل ديالي حاليا. عندي الوثائق القانونيه حاليا كلها، حتى الخبره حتى هي من خبير محلف، جميع الوثائق القانونيه كلهم عندي. فاين الحل من هذا؟ يعني نحن تقريبا دابا الان سنه من الامر التطبيق ديال هذا القانون، ولكن ما تطبق علينا حتى شي حاجه. تيقولوا لي ديري قدمي شكايه ديالك لوزاره الاسكان، قدمي شكايه ديالك للمديريه الاقليميه. ملي كنزل للمديريه الاقليميه ما تلقى حتى شي حل، ما كنلقى حتى شي جواب على هذا الشيء. فاظن ان الامر طول الى هذه الدرجه. ماشي غير حنا، راه كاينين ديور كثيرين، الناس بزاف اللي متضررين، ولكن الى متى هاد التماطلات علينا؟ الى متى؟ فاستسمحوا، شكرا جزيلا لكم على خويا. الفاجعه اللي وقعت اليوم صراحه تفاجئنا فيها، ما فهمنا والو مع هذا الزلزال هذا اللي وقع اليوم، اللي وقع ديجا ما عرفناش واش الدار طاحت بانها بالزلزال. جاي انا داير مع راس الدرب، تبانت لينا الغبره بزاف والناس هربانه، كيسحاب لينا شي بوطه صغيره تفرقعات. ملي وصلنا لتما لقينا واحد الدار طايحه، واحد البوكلان اللي كانت كتحفر تما، زعزعات الساس ديال هذيك الدار هي اللي رابش. جينا خويا اش غنقول لك، منظر ما تبغيش تشوفه، حاله يورشال كيسحاب لنا الناس كاينين لتحت. ورغم ذلك طلعنا باش نعشقوا الناس، وهزينا الحجر وهزينا داك الشيء، وتجبد واحد السيد عتقناه الحمد لله. وخويا ما نكذبش عليك، انايا بقيت كنعاون في الناس وتضربت في رجلي، لاح ليا واحد الدري استخرق على رجلي، تجرحت راه الضربه عندي ديال الخياطه. مشيت داويتها بلا الكول هنا في الفارماسي، انا هي كتشوف فيها صافي، راه جمعتها ومشيت كملت في حالاتي. هذا الشيء اللي وقع اخويا، ونسالوا الله يلطف بينا، الله يلطف بينا اخويا، نسالوا الله يعفو علينا والله يرد بينا اخويا. السلام عليكم اخوت. لا اله الا الله محمد رسول الله ولا شريك له. اخويا ما علينا، ما بينا مريحين، تبات لينا الدار طاح، الدراري كاملين مشاو طلعنا تنجريو، المخزن ما جاش الدقيقة حتى الاخر، الوقايه ما جاتش الاخر، وطلعنا عشقنا الناس وخرجنا واحد الدري صغير، صيفطنا في لومبيلونس، صيفطنا واحد السيد في لومبيلونس دري صغير، وهودنا واحد المرأة معوقة مسكينة الله يشافيها، واد النهار هذا وحنا الدراري ثلاث دقائق باش وقع المشكل، والتراكس هو اللي دار هادشي، ضرب من التحت ويطيح، ضرب جوج ديور، ضرب من التحت، ضرب الساس من التحت طاح ويطيح الدار، فين طاح الدار؟ الدراري مشاو عشقناهم، لا اله الا الله محمد رسول الله ولا شريك له.